خلونا نكمل كلامنا النهارده وندخل على نقطة خطيرة جدا ومهمة جدا ودقيقة جدا. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن هوبز وكتابه الطاغوت أو اللفايثن وقلنا إنه كان بيتعجب إزاي البشر دونا عن كل المخلوقات عندهم رفاهية إنهم يعبثوا ويهبدوا ويغلطوا بل ويلقوا بأيديهم إلى التهلكة بنفسهم. كأنهم مجانين وقال إن المفتاح اللي يخلينا نفهم ليه ده بيحصل هو اللغة. السلاح الخطير جدا جدا واللي من خلاله بيحصل كل ده ازاي الكلام ده خلونا نشوف <applause> موضوع مهم وخطير نادرا ما تلاقي حد واخد باله منه خطورة التعامل مع اللغة من غير ما يكون الواحد مؤهل لده اللغة دي أهم فرق بين الإنسان وباقي المخلوقات دي اللي ربنا ميز الإنسان بيها وعلمها لسيدنا آدم مباشرة وعلم آدم الأسماء كلها اللي هو أول نموذج لغة السوفت وير اللي ربنا برمج بيه عقل الإنسان أو شايف الهوجة اللي حصل النهاردة عشان موضوع الذكاء الاصطناعي لمجرد إن هم قدروا يعملوا نموذج لمحاكاة اللغة يخلي الكمبيوتر يفهم الكلام زي البشر بس بشكل بدائي جدا مقارنه بالبشر بالرغم من كل ده ومحتاج مراكز داتا ضخمه بقدرات مهوله عشان بس تحاول تحاكي جزء بسيط من قدره عقل الانسان على فهم اللغه. اهو ده اللي حصل بس على مستوى رباني معجز في حاله سيدنا ادم فبقى عندنا مخلوق مختلف بشكل عجيب عن باقي المخلوقات بسبب موضوع اللغه. مش بس عشان بيتكلم لا ده بيفكر والاهم بيتخيل. مفيش مخلوق تاني عنده القدره على انه يتخيل افكار مجرده وعوالم ملهاش وجود زي الانسان وهنا ظهرت مشكله الانسان لانه بيقدر يتخيل قدر إيه يتخيل عالم هو مش موجود فيه لانه انتهى لاي سبب من الاسباب اتقتل بقى انقرض اي حاجه فبقى في حاله من الخوف مسيطره على البشر من الافكار اللي بيتخيلوها او بيتوقعوها عن مستقبل ممكن ما يكونوش موجودين فيه لاي سبب من الاسباب او اللغه والقدره على الخيال خلت الانسان واعي لحقيقة مهمة وهي إنه مش مخلد إنه فاني إن نهايته في الآخر الموت عاجلا أو آجلا قدرة الإنسان على التخيل وتصور المستقبل واحتمالاته نتج عنها مشكلة تانية كمان وهي مشكلة النظام في المجتمعات البشرية يعني إيه؟ بص كده على الحيوانات مثلا هتلاقي من بدء الخليقة الحيوانات بتعيش في شكل قطعان أو أفراد متعايشين مع بعض عادي بدون مشاكل في نفس البيئة زي القطط مثلا ما فيش قطعان قطط لكن بتلاقيهم عايشين في المدينة بين الناس في الشوارع عادي جدا وما فيش بينهم حروب مثلا عشان قط يسيطر على شارع لوحده وده بيحصل لوحده كده يعني الحيوانات ما مرتش بفترات طويلة من التاريخ غلطت وتعلمت فيها انها لازم تعيش بالشكل ده في النهاية لا هم ربنا خلقهم وبرمجهم بالشكل ده بالبرنامج اللي اسمه الفطرة والبرنامج شغال زي ما هو من يوم ما لكن في حالة البشر ما فيش الكلام ده ما نظام واضح ومحدد وثابت عبر التاريخ لشكل المجتمعات البشرية يمكن الحاجه الوحيده اللي خلت البشر يكونوا مجتمعات بشريه هي يعني انهم يحموا بعض من اعتداءات الغير بس مش اكتر ولما كبرت المجتمعات البشريه دي وتطورت بدا تظهر مشاكل تانيه خطيره بسبب اللغه او مش بسبب اللغه نفسها ولكن خلينا نقول بسبب جهل الناس بكيفيه التعامل مع اللغه وده اللي قاله هوبز لما فرق بين قيمه الكلام بين الحكماء والجهلاء قال ان الكلام عند الحكماء هو وسيله للوصول لهدف مجرد وسيله لكن عند الجهلاء الكلام في حد ذاته غاية وبيقيمه يعني قيمة الكلام ده ووزنه حسب مين اللي قاله مش مضمون الكلام نفسه عشان كده اللغة محتاجة رخصة سواء مش اي حد يعرف يتعامل معاه وإلا هيخيش وده من اهم اسباب اهمية التعليم في المجتمعات البشرية خصوصا كل ما المجتمعات دي كبرت اكتر لان من غير التعليم الحقيقي السليم المجتمع كله هيخيش لانه مش هيعرف يتعامل مع اللغة بشكل سليم وهينتج عندها كوارث ازاي يعني؟ لغه ايه اللي تعمل كوارث دي؟ ده حي الله كلام. ما هو دي المشكله ان الكلام ما بقاش حي الله كلام، ده الكلام بقى بالنسبه للناس حقيقي اكتر من الحقيقه نفسها. يا نهار اسود يعني ايه؟ ازاي يعني؟ هوبز اتكلم عن سبع اسباب لضياع المجتمعات البشريه وهلاكها ناتجه عن الاستخدام الخاطئ او الجاهل للغه. اول سبب ان الناس يبقوا بيستخدموا نفس المصطلحات وهم بيتكلموا، بس كل واحد فيهم عنده فهم مختلف او يقصد حاجه تانية مختلفه بنفس الكلمه دي. ويقعدوا بقى يتخانقوا ويقطعوا في بعض وممكن تقوم حروب وناس تموت بسبب الخناقه الهبله دي على ولا حاجه زي ايه مثلا فاكرين خناقات اسلاميه ولا علمانيه ويعني ايه ديمقراطيه اساسا وعلمانيه يعني امك تقلع الحجاب او في الخناقه دي كلها اللي كانوا بيتخانقوا ما كانوش متفقين على ايه هي الديمقراطيه اللي بيتخانقوا عليها دي اساسا ولا ايه هي العلمانيه اصلا وبالرغم من كده قعدوا يقطعوا في بعض تاني سبب ان الناس تبدا تتخيل ان الشعارات اللي بيقولوها دي حقيقيه وان المعاني المجرده اللي بيقولوها دي ليها وجود على ارض الواقع بالفعل زي الكلام عن الشعب على انه كيان واحد ليه اراده واحده زي ما يقولوا ان الشعب المصري وقف جنب بلده وتحمل إلخ وكل دي هجايز طبعا مفيش حاجه اسمها ايه الشعب في مواطنين كل واحد فيهم عنده اراده مستقله واهداف مستقله واحتياجات مستقله والكلام برضو عن الجيش كمؤسسه على انه كيان حي وواعي وله اراده واحده فيقول لك جيش مصر جيش وطني ايوه اللي هو ازاي يعني عرفت منين انه وطني يعني ايه وطني اصلا وبعد كده قست الوطنيه دي بقى انه مسطره بالظبط وقستها ازاي ما حضرتك ما فيش كيان اسمه الجيش في مؤسسه ليها قيادات بتدي اوامر لجنود شغلهم الطاعه العامية يعني اللي بيحرك الجيش هو مصالح واهواء الناس اللي بتدي الاوامر بس والناس دول بيختلفوا مع بعض وبينقلبوا على بعض فانه واحد فيهم الوطني بالظبط بس بعد ما تقول يعني ايه وطنيه اصلا وتتاسس ازاي وزي شعار الاسلام هو الحل مثلا شعار يعني ناس قعدوا يرددوه كتير لكن حد قال ازاي او الاسلام هو الحل ازاي والحل الايه يعني ايه المشكله اصلا وهيحلها ازاي مفيش محدش سال الاسئله دي اصلا انا ما عنديش مانع طبعا الاسلام يكون هو الحل بس المشكله ان اللي بيقول الشعار اللي عارف الاسلام هيحل أنه هو مشكله بالظبط ولا هيحلها ازاي بس هيك المشكله حلو ثالث سبب هو عدم التمييز بين الصفات المكتسبه والصفات الاصيله للحاجات اللي بنتكلم عنها زي الكلام عن الهويه المصريه مثلا والخناء اللي قامت حوالين الخوف من تغيير الهويه المصريه ايوه حضرتك ايه هي الهويه المصريه ده اصلا وايه اللي خلاها مصريه ويعني ايه مصريه اساسا وبرده طبعا قيم الاسره المصريه اللي محدش عارف هي ايه ولا ايه اللي خلاها مصريه بمعنى ان انت اتخيلت شويه حاجات كده وانت اللي قررت تسميها مصريه لكن هي في ذاتها مش مصريه ولا حاجه لان انت اساسا مش عارف يعني ايه مصري دي اصلا رابع سبب الكلام عن مسميات مجرده ومتخيله وكانها حاجات ماديه موجوده على ارض الواقع زي الكلام عن الدوله العميقه مثلا الناس متخيلين ان في مبنى كده زي مبنى وزاره التموين اسمه مبنى الدوله العميقه وعليه يافطه كمان وفي موظفين بيداوموا فيه كل يوم من الصبح للساعه 5 وده مش حقيقي الدوله العميقه ده مفهوم متخيل ملوش شكل ملموس تقدر تحدده وبرضه الكلام عن الدوله الاسلاميه والخناقات اللي حواليها بالرغم من ان محدش من اللي بيتخانقوا يعرف الدوله الاسلاميه دي شكلها ايه اصلا مربعه مدوره مثلثه شكلها ايه يعني ايه الحاجه اللي لما تحصل نقول ان دي بقى كده دوله اسلاميه وبرده الكلام عن الجمهوريه الجديده واننا بنبني دوله جديده ايوه يعني ايه اصلا جمهوريه جديده وايه الجديد اللي فيها وازاي هي جمهوريه اصلا مش عزبه مثلا وهتتبني ازاي وفين وهنعرف ازاي ان البنى بدا او خلص ما تلاقيش اجابات على اي حاجه من دي خامس سبب هو الخلط بين المصطلحات وتعريفها او اختزال معنى الكلمه بشكل مخل في تعريفها يعني ايه الكلام المجعلص زي مثلا اختزال الديمقراطيه في تعريفها بانها حكم الشعب للشعب وان الناس يتخيلوا ان الديمقراطيه دي انك تختار حد بالصندوق وبس كده تروح بقى بعدها الحال سبيلك وتسيب الشخص ده يعمل ما بداله وما تنطقش بعدها. مع ان الديمقراطيه مش كده خالص ده في فيلم وموال كبير من الرقابه والمحاسبه والتمثيل النيابي للشعب والحفاظ على حقوق الانسان والفصل بين السلطات والحفاظ على توازن السلطات دي بحيث ما فيش سلطه تتغول على التانية او على الشعب عناصر كتير لو شلت يعني عنصر واحد بس منها ما بقتش ديمقراطيه خالص سادس السبب هو الاستخدام المبالغ فيه للمجاز والاساليب البلاغيه والكلام الحمصي اللي بيحل محل الكلام الواضح المحدد اللي له مسكه زي اي حاجه بقى بتسمعها من احمد موسى او نشأة الدين وسابع سبب هو استخدام الكلام الساكت او الكلام المجعلص من بره بس هو من جوه فارغ ما بيقولش اي حاجه عاوز مثال زي اي بوست بينزله السيسي في حساباته الرسميه زي مثلا البوست ده بتاع ثوره انقلاب 30 يوليو لو حد فاهم منه حاجه او لقاله ماسكه يا ريت يعرفني طيب المعضله دي نحلها ازاي هوبز كان متخيل ان المشكله حلها ببساطه ان الناس يدققوا ويستخدموا تعريفات واضحه ومحدده للمصطلحات اللي بيستخدموها كان غلبان كان بيراهن على ان المجتمعات البشريه عاقله لكن الواقع اثبت لنا على مدار التاريخ انها بنت مجنونه البشر في ظاهره عجيبه جدا اتكلم عنها جوستاف لوبون في كتاب سيكولوجيه الجماهير البشر لما بيتجمعوا في صوره قطيع بيبقى عقلهم الجمعي اغبى من اغبى واحد فيهم حتى لو كلهم دكاتره الجامعه عاوز تشوف مثال واقعي تعال ناخد مصطلح بسيط جدا الانسانيه الوصف اللي بنوصف بيه نفسنا كحاجة إيجابية وبنوصف بيه أفعال الخير الأخ أيوة ماله فين المشكلة المشكلة إن نفس ذات الإنسان ده قدر يستخدم نفس ذات المصطلح الجميل ده بشكل يبرر له إنه يرتكب مذابح مهولة من غير ما يبقى عليه أي لوم إذا إزاي بسيطة خالص بإنه يعتبر فئة من الناس أقل في الإنسانية من باقي الناس ساعتها يبقى قتلهم مبرر ومقبول لأنهم أقرب للحيوانات من البشر عرفت الكارثة فين الناس بيلعبوا باللغه وبيحرفوا معانيها بالشكل اللي يخدم اهدافهم ومصالحهم وبتمشي يعني ما تقلقوش لو الكلام مجعل شويه يعني بس هنفهم ده في الحلقات اللي جايه ان شاء الله لما نلاقيه بيكرر معانا مع كل تجربه تاريخيه من الدول اللي هنعدي عليها لان طواغيت العصر الحديث اخذوا الافكار دي وطلعوا عليها واخذوا السلم معاهم فوق الطاغوت اللي تخيله هوبز كان هدفه حيلا يدوب انه يحمي البشر من بعضهم البعض بس كده لا اكثر ولا اقل لكن طاغوت القرن ال21 وعد الناس باكثر من كده بكتير كان معاه جزر كتير قوي يغري بيه الناس، التقدم المادي والاحساس بالامان بالانتماء لمجتمعات متخيله او هويات مخترعه، بل وكمان بيوفر لهم متعه ولذه اضطهاد الاخرين والتعالي عليهم، لاننا احسن من كل الاخصام اللي حوالينا طبعا، قبل كده في القرن العشرين كانت الانظمه المستبده او التوغيط اعداء لاي حاجه تريح الشعب او تعيشه في اي قدر من الرفاهيه، الشعب لازم يفضل تعبان عشان ما يفوق لناش فكانت الانظمه ما تقدرش تستمر وتعيش الا عن طريق مص دم الشعب. الاتحاد السوفيتي والمانيا النازيه والصين الماويه كانوا بيقتلوا الناس من اجل هدف اسمى. معلش هنضحي بشويه الناس دول عشان الشويه التانيين دول يعيشوا. النهارده بقى طواغيت القرن ال21 هدفهم هو مص حريه الناس مش دمهم، استعباد الشعب. سقوط الاتحاد السوفيتي والتحول لاقتصاد السوق المفتوح في الصين خلوا الغرب يعيش في وهم كبير. وهم ان اي مكان هينتشر فيه الاقتصاد الحر المفتوح هتنتشر فيه الحريه بشكل طبيعي كنتيجه والحريه والديمقراطيه هيسود العالم كله بقى اللي هي احلام العصاري بتاعه العولمه اللي الغرب صدقها لدرجه ان كبار المفكرين بداوا ينظروا للموضوع ده على انه حقيقه وان ده التطور الطبيعي للحاجه الساعه زي المفكر السياسي الامريكي فرانسيس فوكوياما اللي نشر في اواخر الثمانينات مقاله بعنوان نهايه التاريخ وقال فيها انه بيعتقد ان الراسماليه الديمقراطيه هتكون هي الشكل النهائي للحكومات البشريه وان كده خلاص ما بقيناش محتاجين حاجه تاني وهنستقر ونثبت على كده بقى ان شاء الله فهل ده حصل فعلا الواقع اثبت ان كل دي اوهام الغرب تخيل انه ممكن يسرع عمليه التطور اللي في خياله دي عن طريق دعم تغيير الانظمه السياسيه بالقوه فكانت النتيجه ايه خوازيق everywhere الغزو الامريكي للعراق طلع لنا داعش ورمى العراق في حجر ايران اللي أحكمت قبضتها عليه اسقاط القذافي في ليبيا حول البلد لثقب اسود مليان صراعات بين ميليشيات مختلفه واللي اكد ان كل دي كانت اوهام كان حال أفغانستان بعد ما أمريكا أجلت قواتها عنها بعد عشرين سنة من الاحتلال وخلاص بلا أي هدف واضح أو منفعة عشان يسيب وراهم بلد منهارة وشعب كان بيحاول أنه يهرب منها لدرجة أنهم بقوا بيتعلقوا في الطيارات الأمريكية اللي ماشية عشان خايفين من المستقبل الضلمة اللي رايحين عليه اللي حصل أن التاريخ ما انتهاش ولا حاجة ده بيلف ويرجع تاني عشان يبيض نفسه من جديد كالعادة النهاردة الليبرالية والديمقراطية قاعدين ينهاروا واحدة واحدة والعالم بقى ساحه صراع بين وحوش بدائيه وقوميه ودينيه واصوليه، صراع ما فيش فيه اي مكان لاي مبادئ او اخلاق. وما غزه منكم ببعيد، اللي هو الوضع الطبيعي اللي كان سائد في العالم على مدار التاريخ. الفتره الهاديه اللي كانت ما بين نهايه الحرب العالميه الثانيه والنهارده، دي كانت فتره مؤقته، حلم ليله صيف قصير وعمر ما كان هو الاصل. حتى امريكا اقوى دوله في العالم، واللي زي ما شفنا في حلقات بكره احلى، عندها كل الموارد اللي محتاجاها وتقدر تقفل على نفسها وتسيب العالم يضرب يقلب. بالرغم من ده الموضوع مش بسيط ابدا ممكن جدا مع التحول العالمي ده يحصل هزه اقتصاديه في امريكا تدخلها في حاله فوضى ما تطلعش منها تاني خصوصا مع وجود مجانين من عين ترامب في السلطه وده العادي والطبيعي جدا على مدار التاريخ كانت الدول والامبراطوريات بتصعد وبعدين بتنهار ويحل محلها قوه جديده وهكذا مفيش حد مقبت ده المسار الطبيعي للتاريخ دورات مش خط واحد له محطه نهايه طيب ليه ده حصل اصلا ما حضرتك الغرب ما خدش باله من تفصيله بسيطه خالص ان السوق الحر في الدول المستبده ادى الى ان الانظمه المستبده دي ذاتها بقت اغنى واقوى، لان السوق الحر ده ما كانش حر قوي، ده كان تحت سيطره الدوله، وبيصب في مصلحتها وبس، مش في مصلحه الشعب، فاللي حصل في النهايه ان بدل ما الصين تبقى زي الغرب، لا ده الغرب في النهايه هو اللي ماشي في سكه انه يبقى زي الصين، سواء في الغرب او الصين، الدوله هي اللي مسيطره على الاقتصاد، وسواء هنا او هنا، الثروه متركزه في ايد فئات قليله ليها نفوذ سياسي كبير، امريكا هي الدوله المتقدمه الوحيده اللي الفقير فيها ما بيلاقيش علاج وممكن يموت بسبب المرض لان التامين الصحي خاص وهي الدوله اللي نادرا ما تلاقي حد غني فيها دخل السجن اغلب المساجين في امريكا يا اما فقراء يا كبار في السن يا من الاقليات العرقيه الصين برضو عندها نظام سجون ضخم بس هناك الاغنياء ممكن يدخلوا السجن عادي مش عشان يرتكبوا جرائم لا عشان الدوله غضبت عليهم في امريكا الثروه بتشتري السلطه لكن في الصين السلطه هي اللي بتعمل الاثرياء وبتدمرهم وقت ما تحب في الصين قوى السوق بتخدم على اهداف الدوله وشغاله لحسابها بينما في الغرب الدوله اتنازلت عن السلطه للشركات الضخمه سواء في الصين او الغرب الانظمه راسماليه برضه بس الشكل مختلف والعلاقه بين الدوله وراس المال مختلفة فازاي تاريخ بقى لف لفته ورجع تاني كانك يا ابو زيد ما وازاي ده تم من خلال استخدام الطواغيت الجدد دول للغه ده محتاج اننا ناخد لفه كده ونشوف حكايه وتجربه كذا دوله من الطواغيت الجدد عشان نفهم ده ونشوف ازاي نفس الخطوات اتكررت في كل مره وخلونا نبدا مع الاتحاد السوفيتي بس دي حكايه تانية بقى فنشوفكم على خير ان شاء الله